تطورت الصناعات الغذائية بشكل كبير مؤخراً لدرجة أنه ما بقى نحب نعمل أكل بالبيت. الأطفال عادة كتير بيميلوا للوجبات السريعة، وهذا شيء بيسهل على الأم الطبخ بالمنزل وعرض عليهم المأكولات اللي كانوا يأكلوها من زمان. الوجبات السريعة شيء كتير ضار للطفل وخصوصاً بمرحلة النمو، لأنها بتفتقر للفيتامينات والألياف والمعادن والدهون الجيدة، بينما تحتوي على كتير كتير من السكر والدهون الضارة واللي بتشكل خطر على صحة الأطفال. من أهم المواد الخطرة لصحة الطفل هي السكر. عادة نحن بننبه أنه ما يطعموا الولد سكر وما يطعموا نشويات كثيرة وما يطعموا خبز كثير ومايونيز. هيدي الأشياء شو بتسبب هيدي المأكولات لما بيأكلها؟ أولاً اللحوم اللي عم يأكلها مصنعة تحتوي على هيدي المواد بتخليه يصير عنده بداني بالجسم الوسطي. هيدي البداني بوسط الجسم بتخليه يصير أول شيء طفل مريض بالمستقبل. يعني إحنا عم نهيئ لأطفال مرضى، مش عم نهيئ لأطفال صحيحي البنية. ثانياً بتخلي تصير عنده بلادي بالتفكير، لأنه كثرة الدهون والسكر ما بتخليه يركز بالدرس، وبالتالي بيصير في عنده مشاكل بالدرس. الأطفال كمان عادة بيميلوا للمقالي كتير، ولكن هل المقالي بالوجبات السريعة هي كمان إشياء صحية؟ أبداً، لأنه نحن ما بنعرف الزيت يلي عم تنقلها فيه، كم مرة هذا الزيت استعمل وشو هي المواد المحطوطة فيه. الزيوت هلأ الضارة أخطر بكتير على القلب للأطفال من الكبار، لأنه نحن حاد أحياناً نعرف نميز بين الصح والغلط، لكن الطفل ما بيعرف يميز بين الصح والغلط. والأمهات يلي بيقولوا إنه ما في عنا بدائل شو بدنا نطعم الأطفال، في عندها كتير بدائل، في عندها الفواكه والخضروات وأشياء كتير سهلة وسريعة كمان، مثل الوجبات السريعة بالأكل، الوجبات السريعة بالفاكهة، فيها الطعم الولاد الموز، فيها الطعمين الأفوكا، الأفوكا كتير جيد للكبار والصغار، فيها تعطيهم الحمضيات اللي هي خاصة بفصل الشتاء غني كتير بالفيتامينات، فيتامين سي خصوصاً والكالسيوم، فيها تعطيهم الأناناس كمان بيساعد على الهضم، هيك الولد لما بياكل الأشياء الطيبة بينبسط فيها وببطل يطلب الأشياء السريعة.